معي عبر الهاتف من الرياض دكتور محمد الزلفة، عضو مجلس شورى السعودي سابقا. مساء الخير، اهلا بك معنا. طبعا نتحدث عن زيارة تاريخية، الى اي درجة هي مهمة كما بات يحكى طبعا وتوصف بانه مؤشر ايجابي جدا على جهود المملكة الدائمة لترسيخ الخطاب الديني الذي يعزز قبول الاخر مع اختلاف الطوائف والفئوية والحزبية. من المؤكد ان زيارة البطريرك للرياض تعد فعلا زيارة تاريخية، والمملكة تريد ان توصل رسالة الى كل مسيحي المشرق والمسيحي العرب، لان هذا المكون من النسيج السكاني لهذه المنطقة هو جزء مكون واساسي من ابناء هذه المنطقه، ولا اختلفت الاديان، ولكنهم ايضا عرب وابناء منطقه وما يهمهم يهم الاخرين. بكل اسف كان هناك من يحاول ان يقول ان المملكه العربيه السعوديه لديها موقف من اتباع الاديان الاخرى و خاصة من المسيحي المنطقة، الدعاية يعني لفقت على المملكة، ومن خلال ممارسات بعض المتشددين والإرهابيين الذين ذهبوا إلى العراق وإلى سوريا لأعمال إرهابية، نفت يعني السعودية صنفهم إرهابيين. المكون المسيحي ممثلا في حضرة البطريرك هم مكون عربي أصيل، وليسوا كما أراد البعض مثلا إيران ودعاية إيران أن يصنفوهم ضمن الأقليات، كانوا أقلية مثل الأقلية الشيعية، مثل الأقلية العلوية، مثل الأقلية كذا. ودعا نظام بشار الأسد ونظام إيران إلى ما يسمى إلى ما سمي بتحالف الأقليات، بينما مسيحي الشرق هم ليسوا بأقلية، إنما هم لهم الدور الفاعل في لبنان، مكون أساسي، ومنهم رئيس الجمهورية. ولذا نحن في المملكة نقدر ونعترف ونؤيد وندعم يعني شركائنا في العروبة، شركائنا في الجغرافيا، وإن كان مختلف. نعم، وهذا كله ملخص لأهمية هذه الزيارة، وكونها طبعا تاريخية يعني قولا واحدا. التوقيت أيضا، إلى أي درجة يعطي توقيت زيارة غبطة البطريرك، إلى أي درجة يعطي لها أهمية إضافية؟ أنا أعتقد الزيارة كان مرتب لها قبل أزمة لبنان، صحيح أزمة لبنان، ولكن جميل التزم البطريرك والتزمت المملكة بالموعد الذي حدد للزيارة. زيارته حتما ستضيف شيء لطمأنة اللبنانيين بأن المملكة العربية السعودية تقف إلى جانبهم وإلى جانب مؤسساتهم الشرعية سواء العسكرية أو الأمنية التي عليها أن تقوم بمسؤولياتها وأن تقف صفا واحدا في مواجهة حزب الله الذي يريد أن يختطف كل شيء في لبنان. أن ما يحمي لبنان إلا أبناء لبنان ممثلا بمؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمنية، أما حزب الله فما هو إلا مكون بكل أسف جعل نفسه عدو للشعب اللبناني، أجير لإيران، يذل الشعب اللبناني بقوة السلاح الذي يملكه. ولكن أعتقد الآن أصبحت الصورة واضحة لدى كل المكونات اللبنانية، مسيحيين وسنة شيعة طوائف أخرى، بأن لبنان لابد أن يكون عربيا، ولبنان ليس له إلا جسده العربي وأخوانه العرب مهما كانت الظروف. أنا أشكرك من الرياض، كنت معنا دكتور محمد الزلفة عضو مجلس شورى السعودي سابقا.